سيداتي سادتي، نحييكم من مطار الرباط سلا، حيث يحل فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون في إطار زيارة دولة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي مقدمة المستقبلين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. زيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. زيارة ستزيد من تعميق أواصر العلاقات الثنائية المتوافقة والمتطابقة في الرؤى وفي المواقف الثابتة والحازمة مع حاضر هذه العلاقات ومستقبلها، وتبتغي خلق ظروف مواتية لتحقيق النماء المشترك ذي قيمة مضافة عالية من شأنه تعزيز التنمية المتوازنة والمتناسقة والمتعددة الأبعاد. فبفضل الإرادة السياسية القوية والحتمية التاريخية والالتقاء حول عدد من القواسم المشتركة، يتجه المغرب وفرنسا نحو المستقبل ونحو تأسيس تحالف استراتيجي قوي بين بلدين يعرفان بعضهما حق المعرفة. وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلادنا تأكيد على المسار التصاعدي الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، التي تقوم على تاريخ طويل من الروابط وحاضر من التعاون الوثيق ومستقبل واعد ومنفتح على المزيد من الفرص التي تنتظر البلدين في مجالات جوهرية. كانت هذه تحية العلم على نغمات النجاح الفرنسي والمغربي، وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بمقدم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية يستعرضان تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. استقبال كبير يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيف المغرب الكبير. استقبال يعكس العلاقة المتينة التي تجمع الرباط بباريس. زيارة تحمل أكثر من دلالة
وتندرج ضمن استمرارية العلاقات التقليدية الأخوية والتعاون متعدد الأشكال بين البلدين. والعلاقات المغربية الفرنسية ظلت لعقود نموذجا إقليميا ناجحا لمتانة وقوة الروابط الحضارية بين الشمال والجنوب، وظلت المجهودات المشتركة بين البلدين صمام أمان إقليمي للاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والعالمي. كما أن العلاقات الثنائية القوية بين البلدين ليست وليدة صدفة أو بفعل مصلحة عابرة، بل كانت على الدوام نموذجا يقوم على أسس يتداخل فيها التاريخ والحضارة والسياسة والاقتصاد، مما يجعلها علاقات متعددة الأبعاد والمداخل، ويقوي بشكل كبير فرص النجاح والاستدامة والنجاعة، ويعزز من إمكانيات التعاون المتبادل والعمل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ففي عهد جلالة الملك أخذت الدبلوماسية المغربية نفسا جديدا مرتكزة على الفكر الدبلوماسي لجلالته وتوجيهاته، حيث صمم سياسة خارجية تتسم بالاستباقية والأخذ بزمام المبادرة، ترتكز على التوازن بين الجديد والقديم، تتعامل بكياسة مع المتغيرات وتحافظ على الثوابت. جاء جلالة الملك بتصور جديد للدبلوماسية المغربية يعبر عنه من خلال خطاباته الموجهة للعموم أو الموجهة للمؤسسات. فسلكت الدبلوماسية المغربية توجها جديدا ومتجددا قائما على الوضوح والحزم فيما يخص الدفاع عن مصالح المملكة المغربية، وفي مقدمتها أولوية المصالح قضية الصحراء المغربية. وبمدخل القاعة الملكية يقدم التمر والحليب لضيف العاهد الكريم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. فالتوازن والروية سمات المميزة للدبلوماسية المغربية، تنفتح على علاقات تعاون مثمرة مع كافة القارات، مع إلى أهمية للتوازن في العلاقات الخارجية للمملكة، تقوم على الندية وحفظ المصالح المشتركة مع دول الجنوب ومع القوى العظمى وحفظ السلم والأمن الدوليين. فالمملكة المغربية على امتداد تاريخها الطويل كانت نقطة اللقاء بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولها من الرصيد الحضاري والتاريخي لتكون قاطرة للتطور في محيطها الإقليمي وفي امتدادها الإفريقي، حيث مد المغرب جسرا سياسيا واقتصاديا بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء. فشراكة رابح رابح كانت منطلقا لكل المبادرات الاقتصادية التي يقدم عليها المغرب اتجاه شركائه الاقتصاديين. وزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لبلادنا على رأس وفد رفيع المستوى تكرس علاقات التعاون والتآخي بين البلدين، وتجدد الدماء في أوصال العلاقات الثنائية نحو تحالف مثمر يربط الرباط بباريس، يخدم التنمية المستدامة والازدهار المشترك. تعاون سيترجم من خلال عديد الاتفاقيات في شتى المجالات ولقاءات للدفع بعلاقات التعاون نحو المستقبل. وزيارة الرئيس الفرنسي تدفع بزخم العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجه البلدين، وتبرز أهمية العمل بشكل مشترك على القضايا المحورية التي تهم المغرب. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي، ونعود بكم إلى استديوهاتنا المركزية.